بس شوية مقدمة بسيطة، بعدها راح يشارك الأستاذ حسن الحدب معلومات ونصائح جدا مهمة للاستعداد في هذا الاختبار. يهمني أركز على أهمية الاختبار والخطاب أوجهه لأولياء الأمور بحكم إنهم أغلب الحضور هنا. يمكن بعضكم يقول هذا اختبار اختياري، ليش نتعب نفسنا وإحنا نذاكر لعيالنا؟ يكفي عليهم ضغط المدرسة. لكن في مزايا لو عرفتها ما راح تفوت هذا الاختبار إذا مهتم بمستقبل ابنك. مقياس موهبة إيش هو؟ الهدف من هذا المقياس هو الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم، وأيضا بعض الجوانب الإبداعية. طيب ليش ما يعتمدون على درجات الطالب في المدرسة في تقييمه كموهوب؟ ليش التعقيد ويسوون الاختبار خاص أو مقياس خاص؟ لأن ببساطة هذا الاختبار مثل اختبارات الذكاء، اختبار يقيس القدرات العقلية، كيف الطالب يعني يستوعب المقروء، كيف يكون عنده استدلال رياضي ومكاني، يقيس قدرته على الاستنتاج، بخلاف الاختبارات المدرسية العادية واللي تركز على حفظ الطالب ومدى فهمه للقوانين ويعني اللي درسها في الكتاب المدرسي. بشكل عام هذا البرنامج إذا اجتاز المقياس هذا، إذا اجتاز الطالب يقدر يدخل لمجموعة وباقة واسعة جدا من البرامج الإثرائية، وهذا أهم ميزة. يعني في أشياء تأهل الطالب كيف يسوي بحث علمي، في أشياء ياخذها فصول إضافية كيف يطور نفسه في الرياضيات، فهذه كلها عشان تستطيع الالتحاق فيها تحتاج اجتياز هذا المقياس. طبعا اللي نظم هذا البرنامج هو المركز الوطني للقياس، وهو نفس البرنامج اللي نظم نفس المركز اللي ينظم اختبار القدرات والتحصيلي. من أهم المزايا طبعا اللي راح يحصل عليها الطالب لو اجتاز المقياس هي فصول الموهوبين، بالذات هذه إذا حقق درجة عالية في المقياس. بالتالي لو دخلها فصول الموهوبين راح يحصل الطالب على مستوى تعليم أفضل من أقرانه، وفيها برامج أخرى راح يذكرها لكم الأستاذ. الميزة الثانية الاستعداد المبكر لاختبار قياس، وأقصد فيها اختبار القدرات. يعني يمكن تقولون بدري ابني لسه في ابتدائي أو متوسط، ليش من الآن أخليه يجرب أجواء اختبار القدرات وهو ما راح يختبر القدرات إلا في الثانوي؟ الواقع أن اختبار القدرات من الاختبارات المصيرية، وندري أن الجامعات تعتمد عليها في القبول بشكل كبير جدا، ويحطون عليها نسبة موزونة أعلى من المعدل الدراسي. اللافت اللي لاحظناه من خلال تدريبنا لمئات الطلاب أن الطلاب اللي كانوا مختبرين موهبة استطاعوا أنهم يحققون درجات قدرات عالية من أول محاولة. السبب أن كلا الاختبارين موهبة والقدرات كلاهما يقيسون القدرات العقلية للطالب، فلما يكون الطالب من بدري متعود على هذا النوع من الأسئلة وأجواء الاختبار ما ينصدم مثل اللي ما عمره جرب يختبر. والميزة الثالثة من مزايا اجتياز مقياس موهبة هو رفع ثقة الطالب بنفسه، هو لما يشوف إنه حقق درجة عالية أكيد راح يحس إنه هو أكثر ثقة بقدراته. طيب إيش الأخطاء الشائعة اللي يقعون فيها أولياء الأمور؟ أول شيء كثير من أولياء الأمور يعتقدون إنه يكفي أسجل ابني للاختبار ومو لازم يذاكر له، مو لازم يستعد له طالما ابني متفوق، وهذا غير صحيح. الاختبار ما يعتمد على المناهج الدراسية 100%، وهنا يجي دورنا أن ننبه على الأخطاء الشائعة واللي للأسف قد تحرم الابن فرصة الاستفادة من اجتياز الاختبار. طبعا بسبب عدم فهم طبيعة الاختبار احنا راح نشارككم بعض الأسئلة هنا في البث وبعض المواضيع اللي تجي عشان الشخص يكون عنده خلفية مبكرة. بعضهم أيضا من الأخطاء اللي يقع فيها أنه يعتقد أنه يشبه المناهج الدراسية فما يستعد مبكر، يعتقد أنه استعداد قبل أسبوعين من الاختبار كافي، وهذا غير كافي لأن المواضيع مثل ما ذكرنا تكون شوية جديدة على الطالب. أوكي، إيش الصفوف المستهدفة؟
الصفوف المستهدفة هي اللي يعني ممكن يلتحق بمقياس موهبة. الصف الأول ابتدائي، تقدرون تاخذون يعني صورة من الشاشة، سوري مش الأول ابتدائي، المستوى الأول، لما تدخلون الموقع وتحجزون الاختبار وتلقون إن في مقياس موهبة المستوى الأول، هذا معناه خاص حق ثالث ابتدائي ورابع ابتدائي وخامس ابتدائي، بشرط إنه يكون في الصفوف المحددة. طبعا نفس الشيء لما نقول مستوى ثاني فهو ينطبق على سادس ولا متوسط متوسط وهكذا. طيب عدد فرص الاختبار، فرصة الاختبار هي واحدة لكل مستوى، يعني لو الطالب في صف ثالث ابتدائي وما اجتاز اختبار المستوى الأول ما راح يكون عنده فرصة مرة أخرى إلا لما يوصل للمستوى الثاني يعني سادس ابتدائي. وهذه نصيحة مهمة، يعني لو ابنك صف ثالث وتحسه مو جاهز يعني ما يقدر يقرأ الأسئلة بنفسه فلا تستعجل تسجله، خليه يختبر في صف رابع لأنه لازم يكون قادر على قراءة الأسئلة وفهمها بنفسه بدون مساعدة. طيب الآن راح نعرفكم بالمدرب ونحيي حضوره معانا، الأستاذ حسن الحدب. هو خبرة في التدريب على مقياس موهبة ل 13 سنة، وعمل كثير من البرامج مع إدارة الموهوبين تبع مكتب التعليم بالإحصاء. يعني إحنا في معرفتنا في مركز لين هو أكثر شخص متمكن في التدريب على اختبار موهبة، ولذلك حبينا إن إحنا ننظم الكورس معه. الأستاذ حسن الحدب حاصل على ماجستير رياضيات من جامعة إنديانا الأمريكية، ومعلم جوجل الخبير، وأيضا حاصل على الشهادة الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني. حياك الله أستاذ حسن، نورتنا. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أستاذ كوثر، شكرا على هذا التقديم. يعطيك العافية، تقدر تاخذ الشير لو تحب. الصوت واضح للجميع؟ نعم واضح. واضح، ممتاز. خلوني أشارك معكم العرض وأبدأ معكم. مرحبا بالجميع، معكم أستاذ حسن الحدب، راح أكون معكم خلال هذه النص ساعة في تقديم بعض المعلومات عن اختبار مقياس موهبة. وخلونا بسم الله ونبدأ. الاختبار هو اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة. أحيانا نسمع اختبار المقياس، وأحيانا نسمع اختبار مقياس موهبة، الأسماء كلها. الاختبار مثل ما ذكرت الأستاذة كوثر له 3 مستويات، المستوى الأول والثاني والثالث. طبعا كيف تتم عملية الترشيح وهل يوجد شروط للتسجيل؟ الترشيح قد يكون ببعض أولياء الأمور يقول أنا طيب هل أقدر أسجل ابني؟ عملية التسجيل في الاختبار إما يتم الترشيح عن طريق المدرسة أو عن طريق إدارة الموهوبين أو ولي الأمر. في عندنا إحنا 3 طرق، فأنا كولي أمر أقدر إني إيش أرشح ابني للاختبار وأسجله. إذا عندي 3 طرق، إما المدرسة أو إدارة الموهوبين أو ولي الأمر. فعندنا 3 طرق للترشيح، فأنا كولي أمر أقدر أرشح ابني للاختبار من غير ما يكون مثلا أي عوائق أو كذا، أرشح ابني وأسجل ابني في الاختبار. فهذه حاجة جيدة إني كولي أمر أقدر أسجل ابني، وهذه جدا مهمة عشان مو البعض يفكر إنه هي خاصة فقط ل فئات معينة، هي متاحة للجميع. الشيء الثاني بالنسبة لبرنامج الكشف في عامه الخامس عشر، هذه السنة الخامس عشر اللي يقام فيها برنامج الكشف اللي هو المقياس، والتسجيل اليوم رسميا فتح التسجيل اللي هو يوم الأربعاء 13 ربيع الآخر، وراح يستمر التسجيل إلى 13 ربيع. بس في ملاحظة أنه إحنا راح نمر على فترة شهر من اليوم اسمها فترة التسجيل، وهذه مهمة لنا، التسجيل المبكر. الآن التسجيل المبكر إذا سجلت فيها ودخلت على موقع قياس لحجز مقعد، أقدر أحجز مقعد، والمقعد هذا راح يكون متوفر إن شاء الله خلال فترة شهر. فترة تسجيل مبكر فترة شهر من اليوم. بعد ما تنتهي فترة التسجيل المبكر، لو دخلت أبغى أحجز مقعد للابن،
على حسب المتاح. يعني قد بعض الأيام ما يكون فيها متاح اختبار، بعض الأيام خلال ساعات معينة ما يكون متاح فيها اختبار. حلو، أحيانا بعض المناطق قد تقفل كلها بشكل كامل. فخلال هذا الشهر فترة تسجيل مبكر لضمان المقعد، فأنا كولي أمر يحتاج أني أهتم خلال شهر من اليوم أني أسجل. طبعا تطبيق الاختبار، وهذه لابد تكون واضحة لنا جميعا، أنه الطالب يختبر، لكن فترة تنفيذ الاختبار اللي هي من 1 ديسمبر إلى 15 يناير. فترة تطبيق الاختبار شهر ونص. أنا أختار اليوم اللي يناسبني خلال شهر ونص. مو معناته أن 1 ديسمبر بدأ الاختبار معناها خلاص أنا ما أقدر أدخل، لا، التسجيل مستمر إلى 13 يناير، يعني إلى قبل يومين من آخر اختبار، قبل 48 ساعة من آخر اختبار. فالتسجيل متاح، أقدر أسجل الابن وأقدر أختبر. مو معناته أن 1 ديسمبر بدأ أنه الابن ما يقدر يلتحق، مو معناته أن 1 ديسمبر بدأ أنه خلاص الاختبار بدأ أنا ما يمديني أستعد، لا. حتى لو بدأ الاختبار 1 ديسمبر أقدر أخلي الابن يختبر بعد شهر أو بعد شهر وأسبوع، لأن فترة الاختبار ممتدة. أختار اليوم اللي يناسب. أوكي، فمن 1 ديسمبر يبدأ الاختبار، هنا بداية الاختبار اللي هو تطبيق المقياس من 1 ديسمبر. واضح يا شيهانة؟ من 1 ديسمبر بداية الاختبار إلى 15 يناير، هذه الفترة أختار الوقت اللي يناسبني. وفترة إعلان النتائج هذه كما معلنة إنها راح تكون في 27 شعبان. إن شاء الله فترة النتائج راح تكون في 27 شعبان. إن شاء الله هذه النقطة واضحة للجميع. إذا إن شاء الله واضحة بس أعطوني في الشات رقم 1 عشان أعرف أن النقطة هذه صارت واضحة، وانتقل للنقطة الثانية. شكرا. طبعا الاختبار راح يكون اختبار محاوسة لجميع المستويات. الابن راح يجلس، شكرا، على رقم 1. الابن راح يجلس على جهاز كمبيوتر ويختبر. الاختبار موجود عليه نماذج راح نتكلم عنها. مدة الاختبار تختلف على حسب المستوى، راح نمر عليها. الاختبار كله اختيار من متعدد، كل سؤال عليه 4 خيارات. جميع المناطق لهم نفس فترة التسجيل ونفس فترة الاختبار. لا، مش راح يكون أونلاين يا فراس، الاختبار يكون في مقرات، كل منطقة لها مقرات معينة يقدر تحجز فيها وتختبر، يعني ما راح يكون في البيت، لا، في المقر لكنه محوسب على جهاز كمبيوتر. وفي لغة الاختبار راح نتكلم عنها وكيف تحديد المستوى، خلينا نمر عليها واحدة واحدة. بالنسبة للمستويات، العدد، الأسئلة والزمن. المستوى الأول عندي 64 سؤال خلال 103 دقائق. هذا المستوى الأول مقسمة على 12 قسم. المستوى الثاني عندي 4 أقسام، 96 سؤال، 120 دقيقة، ساعتين للاختبار. حلو. المستوى الثالث أيضا عندي 4 أقسام، 120 سؤال، 168 دقيقة. طبعا الملاحظة لنا كولي أمر أن الطالب ما راح يقدر ينتقل من قسم إلى آخر إلى أن ينتهي نصف الوقت في كل قسم، فالطالب ما يحتاج أنه يستعجل، عنده نصف الوقت بعدها يقدر ينتقل. لو الطالب ما أنهى جميع المسائل في القسم وانتهى الوقت راح ينتقل إلى القسم الثاني. إن شاء الله هذه واضحة. 1 تعطوني 1 إذا واضحة هذه بالنسبة للأسئلة، وبإمكانكم تصورون الشاشة بحيث تكون هذه المعلومة موجودة عندكم. ممتاز، شكرا شكرا. بالنسبة لطريقة التقييم، وهذه مهمة، طريقة التقييم مثل ما شفته وذكرت الأستاذة كوثر أنه في 3 مستويات. فلو جينا على المستوى الأول، المستوى الأول في عندي صف ثالث ورابع وخامس، كلهم راح يدخلون الاختبار. حلو، نفس الاختبار، لكن الدرجة اللي راح تخرج للطالب راح تعتمد على هو في أي صف وكم عمر الطالب. أعيدها مرة ثانية. حلو، إن شاء الله إن شاء الله أرجع لهذه
دقيقة واحدة احنا طيب. بالنسبة للي سألني عن هذه، معنى الأقسام أنه الاختبار أنا عندي 64 سؤال قسمة على 12 قسم، بمعنى تقريبا كل 5 أسئلة محطوطة في قسم، الطالب يجاوب على هذه ال5 أسئلة يقفل القسم ينتقل قسم آخر، لأنه الطالب صغير في صف ثالث ابتدائي فممكن أنه ما ينهي الأسئلة كلها يا مها، فنحاول نعطيه 5 أسئلة يخلص منها ننقله 5 أسئلة، عشان لو الطالب صرف وقت في سؤال القسم هذا راح يقفل وراح ينقله إلى الأسئلة الثانية عشان الطالب يمر على الأسئلة كلها. إن شاء الله واضحة يا مها؟ أعطيني واحد إذا كان هذا واضح. حلو. بالنسبة لل مثل ما ذكرنا هنا الأقسام، أنه كلهم راح يدخلون نفس الاختبار لكن يختلف الطالب في أي صف والعمر الزمني، بمعنى أنه الطالب لو كان في صف ثالث في طالب في صف رابع وحلوا نفس الأسئلة، فالطالب اللي في صف ثالث راح يكون له درجة أفضل لأنه عمره الزمني وصفه أقل. واضحة؟ بمعنى أنه الطالب اللي يدخل في بداية المقياس صف ثالث أو سادس أو ثالث متوسط تكون فرصته في الاختبار أفضل من اللي بعده لو ما كان استعد بشكل جيد. واضح؟ ممتاز. نروح اللي بعده. الآن التسجيل طبعا مثل ما ذكرنا ولي الأمر بإمكانه أن يسجل في بوابة موهبة، والبوابة راح تنقلها على قياس، وإذا عنده حساب في قياس بإمكانه، إذا عنده حساب في بوابة موهبة بإمكانه يتوجه إلى قياس ويحجز اختبار، اللي هو حجز مقعد الاختبار من قياس. إذا ما عنده حساب، إذا فتح حساب في موهبة وسجل الابن ممكن أنه ينقله مرة ثانية. فنزل في تسجيل في ملف PDF له تفصيل التسجيل، إن شاء الله نشاركه معاكم. إن شاء الله أنا بس بعد ما انتهي أرسل للأستاذة كوثر وهي تشاركه معاكم آلية التسجيل كاملة، ملف PDF كامل. أوكي؟ نشاركه معاكم. مهم طبعا، وهذه للطلاب الصف الأول المستوى الأول آسف، أنه يكون عندهم استمارة. في استمارة بعد ما أسجل في اختبار وأحجز مقعد، أنه الطالب في هالحالة هذه يطبع استمارة من موقع قياس، يضع عليها صورة شمسية ويوثقها من المدرسة عشان تعتبر كتعريف بالطالب. الطالب إذا عنده بطاقة أحوال أو جواز ما راح يحتاجها. بالنسبة أعتقد المستوى الثاني والثالث ما راح يحتاجونها، لكن المستوى الأول نتأكد أنه الاستمارة هذه بعد ما سجل الطالب في قياس نطبع الاستمارة، يوضع عليها صورة، تختم من المدرسة، تستخدم كتعريف. إن شاء الله هذه النقطة. أي إثبات يا أحمد، أي إثبات سواء بطاقة، جواز، إثبات أو الاستمارة هذه من المدرسة، فإن شاء الله، لأن بدون هذه الاستمارة، إذا خولة، إذا أنت والله خايفة من الجواز، الاستمارة سهلة، أطبعها صورة الولد ويختمون عليها المدرسة. الاستمارة عبد العزيز بعد ما أسجل الطالب في موقع قياس وأدفع الرسوم يجيني بعد الدفع، خلاص أقدر أطبع الاستمارة هذه. أوكي؟ فبعد ما أدفع الرسوم تجيني الاستمارة، لكن لو الطالب عنده بطاقة ما نحتاجها. إن شاء الله هذه واضحة. التسجيل راح نرسل لكم ملف إن شاء الله. الخدمات والبرامج المقبولين، وهذه مهمة، أنه الطلاب المقبولين راح يحصلون على برامج كثيرة من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال موهبة. هذه البرامج كثيرة ومفيدة للطلاب، الطالب يعني فرصة جدا جدا كبيرة أنه يستفيد من هذه البرامج خلال سنوات الدراسة. في طبعا أكثر برنامج اللي يبدأ في المستوى الأول والثاني اللي هو الترشيح لبرامج موهبة المتقدمة في العلوم والرياضيات. في عندنا مدارس الشراكة، أن الطلاب ينتقلون إلى فصول موهبة. فصول موهبة في لها نوعين، في نوع اللي هو شراكة اللي هو تكون مدارس تدار عن طريق موهبة عن طريق رسوم. حلو، مدارس الشراكة. وفي أيضا فصول موهبة، فصول موهبة تدار عن طريق إدارات التعليم، ففي فرصة أن الطالب يلتحق
مدارس الشراكة أو فصول موهبة، هذه المنح الدراسية. في الترشيح برامج متقدمة، في برامج موهبة الإثرائية، وبرامج موهبة الإثرائية راح نمر عليها عشان الوقت في صورة واحدة، وبرامج موهبة البحثية، والترشيح لبرامج إثرائية تابعة لوزارة التعليم راح نمر عليها بسرعة في صورة واحدة راح تكون موجودة. ترشيحات لمنح بكالوريوس في جامعات محلية، أنه في طلاب بعد ما يلتحق بموهبة يرشحون، أيوة برنامج التميز زي ما ذكرت يا، أنه يقدر يلتحق ببعض الجامعات. القبول في بعض الجامعات تسهل القبول لطلاب موهبة. ترشيح لحضور دورات وبرامج مقدمة من جهات أكاديمية، سواء جامعات داخلية أو جامعات خارجية أو غيرها من المؤسسات اللي تقدم برامج أكاديمية، ففي ترشيحات حضور برامج، هذه جدا جدا مفيدة للطالب وتعمل له نقلة كبيرة وخبرة تكسر كثير من الحواجز. ترشيحات سنوية مقدمة داعمة مثل أرامكو، كاوست اللي هو جامعة الملك عبد الله، وأيضا بعثات خارجية مثل برنامج التميز. ففي كثير من الأشياء، لكن احنا مرينا عليها بشكل سريع الآن، خلينا نروح النقطة اللي بعدها، لكن نحط لك صورة انه في برامج كثيره. لو جينا، طبعا البعض يسال طيب كم درجه الاختبار عشان الابن يقبل؟ في درجه تسمى درجه القاطع او درجه التاهيل، راح تسمع المصطلحين هذيلا، درجه القاطع او درجه التاهيل. طبعا هذه درجه العام الماضي، العام الماضي اللي هو مقياس 2024، السنه هذه اللي هو العام الخامس عشر مقياس 2025. اذا تلاحظ المستوى الاول درجة القاطع كانت 1550، المستوى الثاني 1540، والمستوى الثالث 1550، ومعاها البرامج اللي تقدم لكل مستوى مع الدرجة. إذا تلاحظ في برنامج لغة إنجليزية مثلا متاح للمستوى الثاني، فالطالب إذا كان في المستوى الثاني في برنامج لغة إنجليزية متاح. السبب أنه البرامج اللي تتبع هذه، تشوفونها هذه اللي موجودة في المستوى الثالث، هذه تتطلب لغة إنجليزية، فالطالب لو التحق بموهبة راح يستفيد من البرامج المتقدمة في العلوم والرياضيات في المستوى الأول والثاني، والبرامج الإثرائية الأكاديمية في المستوى الأول والثاني، ولما ينتقل للمستوى الثالث يكون في أكثر البرامج اللي هو البحث العلمي، وعنده الإثراء البحثي والإثراء العلمي وسفراء موهبة والالتحاق ببرنامج التميز. حلو؟ أنا مريت عليها بشكل سريع فقط عشان ولي الأمر يكون عنده تصور عن حجم البرامج اللي ممكن يستفيد منها الطالب، فيكون عنده فكرة عنها. طيب، المقياس يقيس أربع جوانب، جانب اللغة وجانب الرياضيات وجانب العلوم وجانب الإبداع. حلو؟ تقسيم محاور الاختبار اللي راح يدخله اللي هو احنا نسميه المقياس، حلو؟ مقياس موهبة، الاستدلال العلمي وميكانيكي، يعني الاختبار مو بس رياضيات. فيه إذا تلاحظ الاستدلال مو إنه معلومات علمية، مو إنه معلومات علمية إنه يحفظها ويسمعها، لا، في استدلال علمي وميكانيكي، استدلال رياضي ومكاني، استدلال لغوي فهم المقروء، وعندي مرونة عقلية اللي هي الإبداع. فالاختبار مو إنه حاجة يحفظها، لا، الاختبار استدلال، معناها ان الطالب فاهم الحاجة، يقدر انه يقدمها بصورة اخرى او انه يشوفها بصورة مختلفة عن اللي تعلمها، في استدلالات وفي ابداع وراح نمر عليها. حلو؟ النماذج طبعا لو دخلتوا على هذا هنا في الكيو ار راح يحولكم على موقع موهبة، وموقع موهبة فيه نماذج باللغة العربية لجميع المستويات، وفي نماذج باللغة الإنجليزية لجميع المستويات. فلو حبيت أني أتأكد من أداء الابن، استعداده، هل أقدم له الاختبار باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، في نماذج موجودة، وهذا الكيو آر راح يحولني على موقع موهبة وأقدر أستفيد من النماذج. النماذج إلكترونية أربع خيارات، بعد ما أنتهي يعطيني تصحيح مباشر، يعلمني شو السؤال اللي حليته صح وشو السؤال اللي حليته خطأ وش الإجابة الصحيحة. هذه بالنسبة للنماذج الإلكترونية من نفس المؤسسة، مؤسسة موهبة. أيضا عندي نماذج ورقية، وهذا الكيو آر
لو انتقلت لها في عندي نموذج المستوى الأول والثاني والثالث، فلو دخلت على هذا الكيو ار راح أشوف نماذج ورقية، الأفكار واحدة لكن راح أشوف مسائل مختلفة عن اللي موجودة في النماذج الإلكترونية. حلو، فهذه نماذج موجودة في موقع موهبة، أقدر أستفيد منها، أجربها مع الولد وأعرف استعداد الابن للاختبار. بالنسبة لكيف أذاكر، كيف أذاكر هذا باختصار لو حبينا نقولها، أوكي، أنه مو أن حل السؤال مع الطالب، إحنا لما شفنا استدلال استدلال استدلال، لا أناقش السؤال مع الطالب، هذه كيف أذاكر. هذا واحد. اثنين، مو أني أحجز للابن اختبار وقبلها بيومين أبحث عن كتاب أو أفتح لي جروب أدور لي فيه أسئلة، لا، الاختبار يحتاج استعداد، حلو، يحتاج الطالب يكون مر على جميع المهارات اللي موجودة، تعلم صار مستعد، يعني يحتاج أني أستعد من فترة. الآن الاختبار باقي عليه شهر ونص على ما يبدأ تطبيقه، يستمر شهر ونص، أنا مفروض أني أبدأ أستعد مع الابن من الآن، أحدد له المراجع، أحدد له طرق الاستذكار الصحيحة، وأبدأ أستعد معه. خلي الطالب يحل نماذج كثيرة عشان إنه يكون مستعد للاختبار، لأنه الاختبار أيضا يحتاج نوع من السرعة ويحتاج دقة، كل ما تدرب الطالب كل ما كان جاهز بشكل أكبر. بالنسبة مراجع موجودة في المكتبات الآن، يا ديالة تسأل عن إيش أفضل مراجع، خلينا نشوف المراجع الموجودة في المكتبات يا ديالة. لما أروح المكتبة، طبعا الكتب هنا المعروضة كلها تحمل رقم واحد، ورقم واحد يعني المستوى الأول، حلو؟ فلو كان الابن في المستوى الثاني راح يكون رقم اثنين، المستوى الثالث راح يكون رقم ثلاثة. في عندي كتاب موهبة المؤلف فهد البابطين طبعت السنة هذه، هذه مهمة إني أخذ طبعة السنة هذه. في عندي كتاب الدكتورة أمل القحطاني موهبة، في المطور، المطور هو طبعتها المحدثة، هذه قبل 4 أو 5 سنوات. أوكي؟ إن شاء الله واضح. عندي كتاب مقياس موهبة للسعيد البالبيت، هذه الطبعة من عام 2013، هذه موجودة تقدر تحصلها في المكتبات. عندي كتاب زيدان محمود زيدان موهبتي أو موهبتي واحد، طبعة من 2015 وموجودة في المكتبات، حلو، فهذا أيضا كتب موجودة. وعندي كتاب إبراهيم قشير رقم 5، هنا مو معناها مستوى خامس، المستوى موجود هنا، هذا المستوى الأول، رقم 5 المقصود فيها الطبعة الخامسة اللي هي طبعة السنة هذه 2024، فالطبعة الخامسة هذه. لو كان الابن بيدخل الاختبار باللغة الإنجليزية أيضا في هذا كتب للمستوى الأول والثاني والثالث باللغة الإنجليزية، فهذه أيضا لو كان الابن راح يدخل الاختبار باللغة الإنجليزية. فلو رجعت عليهم بس بشكل سريع، في عندنا هنا كتابين، مهم إني لما أحاول أخذ كتاب أخذ كتاب يكون نسخته حديثة ما أمكن. أوكي، يكفي الطالب كتاب واحد إنه يحل فيه نماذج، لأن الكتب فيها نماذج اختبارات، وحلو إن الطالب يحل فيه. خلوني بس خلال أستاذة كوثر، كم عندي وقت؟ أهلا، عندك 5 دقائق. طيب خلوني أمر على سؤال بشكل سريع من النماذج، من نماذج موهبة الموجودة اللي راح تشوفونها لو دخلتوا على الموقع اللي أشرنا إليه قبل شوي. السؤال هذا ممكن يجي في المستوى الأول أو الثاني أو الثالث، كل على حسب مستواه، فخليني أمر عليه بشكل سهل واقول لك كيف اناقش السؤال مع الطالب، انه العمليه مو بس اني احل السؤال. في الشكل ادنى، اذا تحركت البكره واحد، هذه البكره واحد دوره واحده باتجاه عقارب الساعه، لابد الابن يعرف انه الحركه لها مقدار ولها اتجاه. الهدف اني اعلمه هذين الحاجتين بشكل بسيط، انه خلاص لما يمر عليه سؤال في حركه، سواء حركة دائرية أو حركة متجهة،
يكون الابن يعرف يبحث عن مركبتين اللي هو المقدار والاتجاه، فيكون الابن منتبه لهذه. حلو؟ باتجاه عقارب الساعة فإن البكرة 2 ستدور. طيب الآن الرسمة هذه قد تكون جديدة على الابن، قد الابن يقول الجواب ألف باء جيم دال. أنا أبغى أناقش السؤال مع ابني، فلا بد أني أكون ملتفت للسؤال وفي أشياء أعلمها الابن. واحد، أنه أقول له يا ابني أنه لو وصل السير ببكرتين، في عندي طريقتين توصيل، إما السير يوصل بهذه الطريقة. أنا الآن قاعد مع المناقشة مع الابن، أنا بس لكن راح أكون سريع الآن بحكم أن عندي فقط 5 دقائق، لكن بالمناقشة مع الابن نفتح أبواب كثيرة له عشان يتعلم شو الأفكار اللي ورا السؤال. أنه أقول له يا ابني ممكن يوصل السير بهذه الطريقة أو هذه الطريقة، لو السير وصل بهذه الطريقة البكرتين راح يدورون في نفس الاتجاه، نفس الاتجاه، أوكي؟ اتجاه. لكن لو البكرتين تم توصيلهم بهذه الطريقة راح يدورون عكس بعض، يعني لو واحدة فيهم كانت مع عقارب الساعة الثانية راح تكون عكس عقارب الساعة. لو كان الطالب في ثالث ابتدائي نقول له واحدة يمين يسار أسهل له من عقارب الساعة. فهذه أول حاجة، لما الابن يجي يشوفها الآن يقول طيب البكرتين موصلين بهذه الطريقة إذا راح يدورون نفس بعض، إذا كانت الأولى تدور باتجاه عقارب الساعة إذا الثانية راح تدور باتجاه عقارب الساعة، فيكون الخيار ب خطأ. حلو، ممتاز. باقي عندي الآن عدد الدورات، عدد الدورات. فلما نجي في عدد الدورات أيضا الابن لازم يعرف حاجة، أنه لو تم توصيل بكرتين أو هذه الترسين لهم نفس القطر أو نقول له كبر بعض ودارت هذه أول، أنا راح أسألكم الثانية راح تدور أسرع أو أبطأ لو دارت هذه أول وهم كبر بعض؟ سؤال سهل، طالب الابتدائي راح يقول لنا أسرع يزوم، كبر بعض ودارت الأولى ودورت الثانية أبطأ. وين الطلاب؟ الطلاب يجاوبون صح في كل مرة نسألهم السؤال، نفس السرعة. أيوة راح يدورون نفس السرعة، نفس السرعة. طلابنا في الابتدائي نسألهم السؤال على طول يجاوبون صح، ان لو داروا بكرتين كبر بعض حلو راح يدرون نفس السرعه. طيب لما اجي في السؤال الان، لما اجي في السؤال البكره واحد دارت دوره والبكره اثنين اصغر، اذا هل البكره اثنين راح تدور دوره واحده؟ طبعا لا، لانهم راح يدرون نفس بعض، فالخيار الاول خطا. خلاص، اذا راح يبقى الخيار الاول خطا. طيب يبقى عندي الان تحديد وين الاسرع، ما راح اتكلم عنها انه من اللي يدور اول بسبب ضيق الوقت، لان احنا عندنا لو دار الكبير اول الصغير يدور اسرع، لو دار الصغير اول الكبير يدور ابطا، لكن خلينا نمر عليها. طيب الان لما ننتقل للمستوى الثالث وايضا بعض طلاب المستوى الثاني نقدر نحدد معاهم عدد الدورات. كيف نحدد عدد الدورات؟ اذا تلاحظ هنا معطيك نصف قطر البكره الاولى وهنا معطيك نصف قطر البكره الثانيه. عشان تحدد عدد الدورات انه تقول له نصف قطر البكرة اللي دارت اول، بسميها اول اللي دارت اول، على نصف قطر، انا سريع شوي عشان بس الوقت، قطر اللي دارت تالي او ثاني، اوكي سميها تالي. حلو، فلو وضع نصف قطر الاولى على نصف قطر الثانية، هذا الطلاب المتوسط اللي يكونون معانا واضحة لهم الفكرة، فينضع اللي دارت أول نصف قطرها كم؟ 3، واللي دارت ثاني نصف قطرها كم؟ 1، فثلاثة على واحد يطلع 3، فمعناها أنه البكرة 2 راح تدور كم دورة؟ 3 دورات. يطلع الإجابة وينها؟ جيم. أعرف أني كنت سريع في شرح السؤال، لكن القصد اللي أبغى أقوله لأولياء الأمور، أعرف يا دانا، أنا قلت اللي معانا في المتوسط، أعرف السؤال هذا موجود في النماذج يناقش مع المستوى الأول في اللي يناسبهم في اتجاه وسرعة فقط، يناقش مع طلاب المستوى الثاني اللي هم في المتوسط على يقدرون يجيبوا نصف القطر مع طلاب المستوى الثالث. أوكي حلو.
السؤال مو معقد، أنا كنت فيه سريع بشكل بسيط بسبب الوقت، لكن الطلاب اللي يحضرون معانا يكون السؤال سهل بالنسبة لهم. فأستاذة كوثر، أهلا، حياك الله. أنا ما علي السؤال، كنت فيه سريع شوي عشان بس الوقت. صحيح، لأن أغلب الأسئلة هنا الآن موجودة على كيف نسجل، كيف نستعد، فحابين الحين ناخذ شوية بس وقت نكمل على مصادر الاستعداد للاختبار. في عندك إضافة أستاذ حسن، أو أنتقل أكمل لا مصادر لا، الاختبار؟ أنا عشان الوقت عندك خلاص، أوكي، تمام. طيب أستاذ حسن، شارككم كتب، وزي ما ذكرنا للأسف الموجود في المكتبات كثير منه أساساً شوية كتب طبعاتها قديمة، بعض معذرة، يبدو أنه واجهت شوية مشكلة تقنية. طيب زي ما ذكر أستاذ حسن، ذكر إنه في مصادر الآن فيها كتب صحيح في المكتبات، لكن كثير منها اوريدي طبعتها قديمة وما تتوافق مع الإصدار، مو بالضرورة كلها يعني تتوافق مع التحديثات اللي جات. طيب اللي حنا نقدمه بالإضافة لهذه البثوث المصادر المجانية، حنا نقدم دورة للاستعداد لهذا الاختبار، فقط راح أسوي تعريف عليها جدا سريع لأن أبغى إنه أغلب الوقت يكون لي مداخلاتكم وأسئلتكم، أوكي؟ طيب بالنسبة، ثواني لحظة بس أتأكد إن الشيء واضح، ثواني. اوكي، بالنسبة للدورة هي نقدمها احنا اونلاين، اوكي، هي معتمدة من سوري. طيب الآن واضح؟ إذا واضح اكتبوا لي واحد. اوكي، مثل ما ذكرنا هي معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يقدمها أستاذ حسن. فيها أيضا التجميعات الحديثة، فيها اختبارات تجريبية موجودة في المنصة، يقدر الطالب يستعد مبكر، يعني هو لو سجل الآن راح يلقى تسجيلات البث كلها في المنصة، ولما يجي موعد البث المباشر يستطيع أنه يحضرها لايف ويناقش الأستاذ ويسأله بشكل مباشر. أيضا للمراجعة راح يبقى معاه التسجيل، يعني بعد ما يخلص البث المباشر للدورة، الدورة تقريبا 5 أيام، بعد ما يخلص البث المباشر التسجيلات تبقى موجودة في حساب الطالب، يستطيع أن يراجع الدورة عدة مرات إلى أن يجي موعد الاختبار. أنا شخصيا هذا اللي سويته مع بنتي، يعني كنت شوية متخوفة أن الكورس أونلاين، لكن بالعكس يعني فادها أن استطاعت تراجع الكورس أكثر من مرة، يعني غير لما يكون مثلا أنا بس حضرت بث مباشر فقط واختباري بعد 2 أو 2.5 شهر. أنا بنتي خليتها تحضرها مباشر، بعدها شافت التسجيلات مرتين، ما ذكرت لها أي كتب أخرى، والحمد لله لما اختبرت مستوى أول حققت درجة فصول الموهوبين. طيب أهم نقطة إنه حقيبة شاملة، بالغالب أهم المواضيع وأهم مواضيع الاختبار ومهاراتها اللي تكررت في السنوات السابقة ركز عليها. زي ما ذكرنا هي بث مباشر ومسجل، هي 5 أيام، 2 ساعة كل يوم. المواعيد إن شاء الله راح يرسلونها لكم الفريق، متى موعد البث لكل مستوى، لأن كل مستوى له دورة خاصة فيه. الرسوم الأساسية هي 395 ريال، لكن للي حضروا البث حاولوا تستخدمون كود الخصم هذا اللي مكتوب هنا، وراح يعطيكم خصم 10%، فتكون 355 ريال. الخصم مدته 24 ساعة فقط، وأحب أنوه أنه الدورة ترى باللغة العربية، حتى الآن لا يتوفر لدينا دورة لطلاب الانترناشونال اللي هي باللغة الإنجليزية. أوكي، الآن راح ناخذ الأسئلة، أنا راح أقرأ الأسئلة الموجودة في الشات، وبعدها راح أنقلها للأستاذ، اللي أقدر عليها راح أجاوبها بنفسي على طول. بالنسبة للأسئلة، الدورة وطريقة التسجيل وكل شيء
فريقنا راح يرسلها لكم بالجروب، بيجاوبكم على طريقة التسجيل ومواعيدها. خلينا ناخذ الأسئلة. كيف أسجل بالاختبار؟ أستاذ حسن إذا تحب تجاوب السؤال. أهلا أستاذ كوثر. طريقة التسجيل هي أدخل على، إذا الطالب ما عنده حساب في موهبة في المؤسسة، فأدخل على بوابة موهبة وأسجل فيها. اللي عرضناها اللي تخص المواعيد فيها كيو آر، يدخل عليه موقع موهبة ويسجل الطالب. إذا الطالب عنده حساب في موهبة، بإمكانه على طول ينتقل ويسجل الطالب في قياس. في آلية تسجيل في ملف PDF راح أشاركه معاك، تشاركينا معاهم في تفصيل كامل عن طريقة التسجيل إن شاء الله. تمام. هل حجز المقاعد في اختبار موهبة عليه رسوم؟ عليه رسوم. طبعا في ملاحظة، المدارس عندها ترشيح، قد يكون طالب أو طالبين على حسب العدد. فإذا المدرسة رشحت الطالب تدفع الرسوم، إدارة الموهوبين إذا رشحت الطالب تدفع الرسوم، لكن الغالب اللي يدخلون الاختبار يكون تسجيل من ولي الأمر، فيكون هم اللي يدفعون رسوم الاختبار. طيب، إذا ولي الأمر سجل طفلة، هل لازم نبلغ المدرسة؟ المدارس هو طبعا مو لازم يبلغ المدرسة، لكن المدارس راح يمرون على الطلاب ويسألونهم من اللي سجل، وعشان يجمعون البيانات فالمدارس راح تسأل بعد فترة. في سؤال يقول هل الاختبار رياضيات ولا علوم؟ أنا ذكرت أن الاختبار يهتم بأربع جوانب أكاديمية: لغة عربية، رياضيات، علوم، إبداع. هذه الجوانب اللي يهتم فيها الأكاديمية. لما قسم الاختبار كأسئلة، لاحظنا استدلال علمي وميكانيكي، استدلال لغوي وفهم المقروء، استدلال مكاني ورياضي، ومرونة عقلية. فالاختبار مو بس رياضيات. نعم، خليني بس أضيف حاجة أستاذ كوثر. نعم، الطالب في صف ثالث ابتدائي المستوى الأول مهم إنه يكون جيد في الرياضيات واللغة العربية، مهم. الاختبار الطالب في صف ثالث ابتدائي مهم يكون جيد في الرياضيات واللغة العربية عشان يقدر يدخل الاختبار ويكون ممتاز، لكن إذا تقدم المستوى لا، الاختبار صار أكثر من رياضيات ولغة عربية. طيب، وش المدة الأفضل للمذاكرة؟ شوفي معي، الطالب إذا استعد جيد للاختبار بإمكانه يحصل على كتاب من الموجودة هذه لو حب، ويجلس يحل فيه النماذج، أو إنه بإمكانه يشوف مسائل موجودة في تليجرام وغيره. لكن إذا قدر يحصل على إعداد جيد، الإعداد الجيد جدا كافي. الإعداد الجيد في وقت مبكر، الطالب راح يكون جاهز للاختبار. أنت ذكرتي تجربة ممكن تعيدينها، وهي ممكن تكون يعني مفيدة للكل، اللي ذكرتيها مع البنت الله يحفظها. صحيح، أنا بنتي كذا كانت أخذت معاها، يعني بصراحة حسب نصيحتكم قلتوا لي إنه قبل شهرين، فبديت معاها قبل شهرين، فكان إنه تذاكر بعدين تاخذ استراحة فترة بعدين ترجع تذاكر مرة ثانية، لأنه الطالب أصلا عنده مدرسة، يعني ما يقدر إنه كل يوم كل يوم بيذاكر موهبة، وأصلا يعني شوية الدماغ يحس إنه امتلى بزيادة، فأنا كنت أذاكر لها أسبوع بعدين أعطيها توقف أسبوع ونص بعدين أذاكر أسبوع وهكذا، يعني إلى أن يعني جاء الاختبار وحسيته يعني جدا مقبول. طيب، في بعض الأسئلة على طريقة حساب إنه أنا ابني يكون في أي مستوى، يعني مثلا في أم قالت أنا ابني صف سادس، ففي أي مستوى يحسب؟ انت عرضت لهم الجدول: المستوى الاول ثالث رابع خامس، المستوى الثاني سادس، اول متوسط ثاني متوسط، المستوى الثالث ثالث متوسط اول ثانوي. مهم نعرف ان الطالب له محاولة واحدة في كل مستوى. في سؤال عن مقرات الاختبار وين مواقعها؟ أختي راح يبين معاك لما تجين تسجلين في موقع قياس، لما تجين تحجزين للاختبار راح يبين معاك في أي مقر، يعني أنت تختار المقر الأقرب لك، عادة تكون جامعات وغيرها، يعني مثلا لو كنتي في الدمام راح تكون جامعة الإمام عبد الرحمن وهكذا. يسألون متى أنسب وقت لحجز الاختبار؟ أنا شخصياً أشوف إنه
يعني أعطي نفسك وقت كافي للمذاكرة، مو لازم تحجز موعد مرة بدري. نشوف رأي الأستاذ. أنا ذكرت إنه إذا كان تقصد كوقت للاختبار، الاختبار أنا عندنا شهر ونص، حلو؟ أروح أطالع التقويم الدراسي وأطالع إذا أنا كنت موظف أو موظفة، أشوف الوقت المناسب لي وللابن. بعضهم يفضل الإجازات، بعضهم يفضل وسط أيام الدراسة، بعضهم يفضل بداية أسبوع، فأنا كل واحد يختلف. عندي شهر ونص أختار اللي يناسب، بعضهم يحاول يبعد عن الإجازات، ما يبغى الولد يختبر في إجازة، فكل أنا أشوف اللي يناسبني وأختار. ومثل ما ذكرت، التسجيل المبكر يبدي من اليوم لمدة شهر، أحاول أستفيد من الفرصة هذه. تمام. في سؤال إنه هل لازم بالإضافة لكتب موهبة نذاكر كتب المدرسة؟ مو أذاكر كتب المدرسة، راح يمر، خصوصا كل ما تقدم المستوى في أشياء درسها الطالب موجودة في الاختبار، لكن مش موجودة كتسميع كحفظ. لا، أنا ذكرتها إنه الطالب هل عنده القدرة لإعادة الحاجة اللي عرفها بطريقة أخرى؟ هل عنده القدرة إنه لو الحاجة اللي تعلمها وضعت في قالب مختلف يقدر إنه يستنبطها ويستنتجها ويشوفها؟ هذه الفكرة. طبعا أنا ما يحتاج أروح كتب مدرسة، إذا حصلت على إعداد جيد، حلو، كل هذه راح تمر علي. في سألوني كم مدة الدورة، شهر أو شهر ونص؟ الدورة من أول ما تسجل تبقى في حسابك إلى موعد اختبارك، يعني مثلا لو اختبارك بعد شهرين الدورة راح تكون موجودة في حسابك لمدة شهرين. البثوث المباشرة اللي فيها يعني نقاش دايركت مع الأستاذ هي اللي مدتها 5 أيام. هنا أيضا نصيحة عامة اللي هي شلون يحصل الطالب على الإعداد الجيد للاختبار. ذكرتها في البداية أنه العملية مو حل أسئلة، العملية نقاش على الأسئلة، لأن كلهم العناوين كانت استدلال استدلال استدلال، فالطالب يناقش في السؤال، وإذا جيت أناقش مع السؤال يكون عندي معرفة كاملة عن السؤال، فأحاول أنه العملية مناقشة أكثر من أنها حل أسئلة. فأرجع أعيد نفس الكلمة، الإعداد الجيد من المصادر الجيدة هذا اللي راح يخدم الطالب بشكل كبير، سواء مصدر جيد كتاب أو دورة، هذا اللي راح يخدم الطالب ويحطه على الطريق الصح ويوفر عليه وقت كثير. في سؤال، هل في شهادة بعد الدورة؟ نعم، شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. في سؤال اللي وش أحسن، أختبر ورقي أو محوسب؟ لا، هو فقط محوسب، يعني تجلس على الجهاز وتختبر، ما هو صعب. يعني في ولية أمر سألت إنه ابني صغير وهل يقدر يجلس على الحاسب؟ إي نعم، ترى يعني ما هو صعب الاختبار عليه. في سؤال، الدورة بس 5 أيام؟ الدورة ترى فيها كثير يعني أفكار تراجعها، زي ما ذكرت كمحتوى، فيه محتوى دسم يبقى في حسابك لمدة شهرين. هل في فرصة ثانية إذا لم يجتاز؟ كل مستوى له فرصة واحدة. ولية أمر سألت إنه ابني اختبر في صف رابع، هل يستطيع يختبر في صف سادس؟ أي نعم، إذا هو مقدم على مستوى. بالنسبة في أسئلة معليش راح أتجاوزها لأنها أوريدي مرينا عليها في الشرائح. بإذن الله لما نشارككم البث المسجل راح تشاهدون بعض الأشياء اللي فاتتكم. أستاذ حسن، إيش مزايا الاختبار بالنسبة للمقيمين؟ بالنسبة لمن؟ المقيمين اللي مش سعوديين. هم يقدرون يدخلون الاختبار ويستفيدون من البرامج. كذا سنة كان نسألهم إنه هل يقدرون يحصلون على أكثر حاجة الشراكة ولا لا؟ هذا موضوع اللي هو أكبر حاجة موجودة، لكن البرامج الأخرى بإمكانهم يستفيدون منها على حسب المتاح، لأنه بعض البرامج الإثرائية تكون عن بعد، فممكن إنهم يستفيدون منها. تمام، حلو. في أسئلة إن مثلا لو ولدي ما عدى المستوى الأول يقدر يدخل في مستوى ثاني؟ نعم، مستوى ثاني، لكن ما يقدر يقدم على مستوى أول مرة أخرى. هنا في سؤال إنه
معليش الأسئلة كثيرة فمو ملحقة أقراها على طول. يسألونك وضح أكثر إيش يعني الشراكة. احنا لما الطالب الان لما يجتاز الاختبار بدرجة القاطع، حلو، أيوة ألو أستاذ، قطع الصوت شوي. في عنده 3 خيارات، في الصورة الموجودة هذه موهبة تشرف عليها، معاي ولا الصوت فصل؟ أفضل شوي، بتعيد جزئية الشراكة. اوكي، انه في عندنا طالب لما يحقق درجة القاطع على 3 خيارات، في خيار انه يكون في فصل، الفصل هذا يدرس فيه المواد الأكاديمية اللي يدرسونها الطلاب، ومعاها مواد إثرائية ولغة إنجليزية يدرسها الطالب، وجميع البرامج اللي توفرها موهبة يكون هو على اطلاع عليها بشكل كبير، لأنه المدارس هذه اللي فصول الشراكة تشرف عليها موهبة بشكل مباشر. حلو، فتكون في المدارس في المناطق اللي متاحة وموجودة في موقع موهبة، لو دخلنا عليه يعطينا كل منطقة المدارس اللي فيها بالمراحل بالصفوف. أيضا في نوع ثاني اللي هي فصول موهبة اللي هي تشرف عليها إدارة التعليم، لكن تكون فصول خاصة للطلاب اللي اجتازوا درجة القطع، فهذا نوع ثاني. طبعا الشراكة راح يكون فيها رسوم، الرسوم تحدد بحسب درجة الطالب اللي حققها. فصول الموهوبين اللي يكون عن طريق إدارة التعليم، يكون الطالب حقق درجة القطع لكن ما عليها رسوم. وفي النوع الثالث أن الطالب لا ما يلتحق بهذيلا، فقط البرامج الإثرائية والأكاديمية إذا كان ممكن أنه يسجل فيها ويلتحق فيها. تمام. في سؤال إنه بالنسبة لصف ثالث هم ما درسوا الضرب، هل في أسئلة تتعلق بالضرب؟ الصوت مو واضح. إنه صف ثالث ابتدائي ما درسوا الضرب، فهل تجيهم أسئلة عن الضرب؟ شوفي، لو رجعنا للنماذج راح نحصل أسئلة عن الضرب وأسئلة عن القسمة، لكن مو بالشكل اللي الواحد يتصورها أنها أسئلة رياضيات. يعني راح أعطيك مثال، حلو، من الأسئلة اللي موجودة في النماذج، مش نصا لكن كفكرة، يقول مثلا دخل أحمد الحظيرة فوجد مجموعة من الخراف لها 14 عين و28 من الأرجل، فكم عدد الخراف؟ هذا السؤال موجود في المستوى الأول. طيب هو سؤال قسمة صح؟ لكن هل قسمة بمعنى أن الطالب يسوي قسمة مطولة؟ لا، إذا كان الخراف لها 14 عين فكم عددها؟ الطالب راح يقول عددها 7. معاي؟ ففي موجودة لكن مو بالشكل الواحد يتصور أنه ضرب وقسمة، لكن أنا ذكرتها يا أستاذ كوثر، قلت المستوى الأول الطالب يحتاج يكون قوي في حاجتين، الرياضيات واللغة العربية، عشان يكون الاختبار جدا سهل ومباشر بالنسبة له. تمام. في سؤال، إيش الفرق بين برنامج موهبة وموهوب؟ موهوب هذا اختبار، اختبار في تخصصات معينة، حلو، الطلاب اللي يجتازونه يرشحون إلى موهوب 2، وبعدها يرشحون إلى برامج تدريبية، بعدها يترشحون إلى الأولمبياد، الأولمبياد اللي فيها طلاب يدخلون فيها فيزياء وكيمياء ورياضيات وكذا. برنامج موهبة هم يكون بوابة لكنه موضوع يختلف عن موهوب، موهوب محدد في تخصصات معينة للأولمبياد، وموهبة لا بشكل كامل يخص اللي هو الدراسة والفصول اللي يلتحق فيها الطالب. في طالبة تسأل لو جبت درجة أقل من 1550، إحنا وضحنا إيش خيارات في سلايد أو شريحة موجود عليها، إنه لو ما جبت درجة فصول موهبة إيش البرامج الأخرى اللي أستطيع ألتحق فيها. إن شاء الله بعد ما نشارككم آلية التسجيل بنحاول نشارككم أيضا شرائح العرض نفسها، عشان إذا في معلومة متكررة إن شاء الله أنكم تطلعون عليها وتشاركونها أيضا مع أي شخص تحسون أنه ممكن يستفيد. أستاذ كوثر، شاركت أنا معاك عن طريقة التسجيل. أنا هذا اختبار موهوب، لا أنا أرسلت لك موهوب بالخطأ، ما علي، تمام. أي معلش هذا خطأ. وبنشاركهم أيضا المستوى، الشروط، الفصول، ابني صف سادس، صف ثالث، إيش راح يحصل يعني في أي مستوى ينضم، هذه بإذن الله راح نشارككم فيها.
الأخت حلا بس تواصلي مع نفس الرقم اللي عندكم بالواتساب بالجروب، وبإذن الله راح يخدمونك بكل التفاصيل اللي تحتاجينها. السؤال المتكرر بخصوص الانترناشنال، إن هل الأفضل تختبر عربي أو إنجليزي؟ يعتمد صراحة على لغة الطالبة. ننصح إنك تشوفين نماذج الاختبار الموجودة في موقع موهبة، وخليها تشوف النماذج اللي بالعربي، إذا قدرت تحلها تمام، إذا ما قدرت لا، طبعا أفضل إنها تختبر باللغة الإنجليزية. في سؤال بخصوص درجة النجاح، أستاذ حسن، هو ما له درجات الاختبار، بس إذا ممكن يعني ما في درجة رسوب. لا، هم كانت أول تسمى درجة القطع، الآن تسمى درجة التأهيل. كل سنة تتغير على حسب اللي دخلوا الاختبار ومتوسط درجاتهم وغيره، فدرجة القطع تتغير، هي في حول 1550، ممكن تزيد ممكن تقل، لكن احنا نشوفها قاعدة تزيد تقريبا. في سؤال إنه هل الشهر من الآن كافية للاستعداد؟ الابن يعني ما سبق اختبر. إذا كان الإعداد في البداية جيد من البداية إن شاء الله أنه كافي. أنا أؤكد الإعداد الجيد، أنه العملية مو مذاكرة زي أني فقط حاجة وأحفظها، لا، إعداد جيد يعني يكون حصل على المهارة المطلوبة في كل مهارة، عرف وش المطلوب في كل مهارة وكيف يتعامل معها. طيب إلى هنا وصلنا إلى نهاية البث، حابين نختم على الوقت عشان يعني احتراما لوقتكم. طيب أشكر أستاذ حسن على تجاوبه معنا، أشكركم جميعا على حضوركم واهتمامكم.